هنتكلم عن موضوع شراسة نحل العسل، وهو من المواضيع الحقيقة المهمة للنحالين. في البداية بنلاحظ ان في حاجة اسمها الشراسة الدائمة، يعني الاقي سلالة النحل شرسة بشكل دائم، وده بيرجع لصفات وراثية فيها، وبالتالي مفيش علاج للمشكلة دي. يعني لو المشكلة في السلالة نفسها وخصائصها الوراثية فدي بتبقى شراسة دائمة، والأفضل إننا نستبدل الخلايا اللي فيها النوع ده من الشراسة. في النوع الشائع بقى اللي هي الشراسة المؤقتة، يعني دي بتبقى حالة مؤقتة في النحل وبعد كده بيرجع تاني النحل لوضعه الطبيعي وحالة الهدوء بتاعته. ومن أسباب الحكاية دي الجوع بتاع النحل، يعني لو النحل جعان بيميل للشراسة وبيميل للسع. برضو البرودة، تعرض النحل لأجواء غير مناسبة وحرارة منخفضة برضو بيساعد في بيميل للنحل ان هو يكون اكثر شراسة. برضو عملية ازعاج النحل، يعني النحل لو اتخبطت الخلايا او خبط الحوامل بتاعتها ده بيسبب ارتباك للخلية وبيؤدي الى ازعاج للنحل. برضو من ضمن اسباب الشراسة المؤقتة اللي احنا ممكن نلاحظها اللي هي هجوم الخلايا على بعض، اللي احنا بنقول عليه سلوك السرقة، ان بعض خلايا النحل بتهجم على خلايا اخرى، هنا بيحصل حالة هياج في الخلايا دي، وبالتالي بتكون اكثر شراسة عن المعتاد. برضو احيانا النحال بيمسك ملكة ام الخلية وبعد كده بيروح يفحص خلية تانية، فريحة الملكة اللي هي في ايده ديت اللي هي المادة الكيميائية اللي هي الفرمونية ديت بتؤدي الى هياج الخلية الاخرى، وبالتالي حدوث شراسة مؤقتة في الخلية الاخرى، تلاقي نحل بقى بيميل لعملية اللسع. احيانا الملكات اثناء التلقيح بتتلقح وتتزاوج يعني مع ذكور بتكون فيها صفات الشراسة، وبالتالي بيظهر جيل في الخلية من أجيال خلية النحل بيكون أكثر شراسة عن غيره. يعني ألاقي الخلية هادئة وأجي بعدها بأسبوع أفحص الخلية ألاقي في حالة شراسة غير عادية، وممكن تستمر حالة الشراسة دي فترة، يعني ممكن تقعد مثلا أسبوعين ثلاثة أو شهر وبعد كده بتروح لوحدها. يبقى السبب هنا إن في تزاوج هذه الملكة مع ذكور تحمل صفات الشراسة. برضو الملكات اللي هي الخلايا عديمة الملكات بتكون خلايا تميل للشراسة وما فيهاش انتظام في العمل، وبالتالي بتكون أكثر ميل للسع عن الخلايا العادية. أثبتت الدراسات إن في بعض الأمراض الفيروسية بتأثر على المخ بتاع النحل وبتخليه أكثر يميل لعملية اللسع بشكل كبير، ودي برضو بتبقى شراسة مؤقتة لأنها ترتبط بالحالة المرضية بتاعة النحل. التدخين على النحل بيبقى هدفه تهدئة النحل، لكن لو استعملت بعض المواد اللي هي من أصول حيوانية زي الصوف مثلا أو الحاجات اللي فيها الشعر والحاجات دي بتؤدي إلى هياج للنحل، فلازم إن أنا أختار المادة المستعملة في التدخين بعناية. يفضل طبعا اللي هي النباتات الجافة أو إن يكون لها أصل نباتي. أثناء الفحص لو تعرضت بعض الشغالات للدهس ده بيؤدي برضو لإطلاق اللي هي الريحة بتاعة فرمون الخطر، والمادة الكيميائية دي بتؤدي إلى هياج النحل وميله لعملية اللسع. أحيانا وجود النحل في مكان مظلل عليه يعني محجوب عن الشمس لمدة طويلة بتبقى أكثر يعني شراسة، لأن النحل السارح بيتكتل في هذه الخلايا لانه ما بيخرجش بنشاط، وبالتالي بيميل لعمليه الايه؟ لعمليه اللسع وبيكون اكثر شراسه. من ضمن العوامل برضو اللي بتؤدي للشراسه اللي هي اعداء النحل، يعني وجود دبابير زي الدبور الاحمر مثلا لما يجي يهجم على بعض الخلايا ده بيؤدي الى ارتباك في هذه الخلايا وافرازها للفرمون الخطر، وبالتالي
عملية دفاع يعني مبالغ فيه من الخلية، يعني تبقى أكثر شراسة عن المعتاد. من ضمن الأسباب الأخرى عملية نقل النحل، يعني أحيانا يبقى نحل هادي وانقله لمكان آخر ألاقيه بقى شرس، يعني ممكن المنطقة الجغرافية نفسها الخصائص بتاعتها تؤدي إلى بشكل أو بآخر إلى شراسة في النحل، يعني ممكن الخصائص الفيزيائية بتاعت المنطقة الجغرافية تؤدي لشراسة النحل. دي احنا احيانا بنلاحظها بالذات النحالة المرتحلة، يبقى خلية هادية وبعد ما ينقلها لمكان جديد يلاقي في حالة من عدم الانتظام وشراسة النحل. تقريبا دي كل الأسباب اللي بترتبط بعملية شراسة النحل أو بتؤدي إلى الدفاع يعني الزائد عن اللزوم لخلية النحل. وعلشان احل مشكلة الشراسة لازم اعرف السبب الاول، يعني لو كانت الشراسة نتيجة جوع يبقى انا اغذي النحل، لو كانت الشراسة نتيجة مثلا مرض ما يبقى انا اعالج النحل من المرض دوت، لو كانت الشراسة مثلا مؤقتة ونتيجة سلالة ملكة او حاجة ممكن ان انا اغير الملكات او ان انا اقسم الخلايا بحيث ان انا اضعف القوة بتاعتها وبالتالي تقل عملية الشراسة. وشكرا لحسن الاستماع.